كما هي سائر البلدات والقرى في ريف معرة النعمان. فهذه هي بلدة التح، تقف إلى جانب أخواتها من درعا إلى حلب. ورغم الضغوط التي تتعرض لها هذه البلدة، فما زالت تقدم لثورة الحرية قوافل الشهداء والمعتقلين. 7 شهور من قضيتها في المعتقلات العدو الغاشم، وأننا بإذن الله مستمرون حتى أسقاط هذا النظام، وكما قال عمر المختار لن نستسلم، ننتصر أو نموت. طبعا نحن كليه إعلامي بداية أن نقول بخطوط من النار نخط كلماتنا طبعا التي نرسلها إلى كل العالم. هنا وكما في كل مظاهرة يصدح شاعرها مياد بكلمات تشد همة الثائرين وتقوي عزائمهم كما يقولون. صحيح أن الكلام لا يعبر عن الذي يحدث في سوريا، لكن الكلمات محضبة بالدماء. سنكمل حرب القلم مع هذا النظام القاتل، ونكتب بحروف محضبة بالدماء، والله أكبر. أما عناصر الجيش الحر فليس لهم عمل في ظل الهدنة سوى حماية المتظاهرين. الجيش الحر الله يحميه، الجيش الحر الله يحميه. نحن كتائب الجيش الحر من قرية التح نقوم بحماية المظاهرات السلمية. لقناة أورينت نيوز، محمود الغنوم من ريف إدلب، بلدة التح.